العرض المسرحي هو عرض متكامل تتدخل فيه العديد من الفنون، أهمها الموسيقى لما لها من أدوار جمالية وفنية وتعبيرية. موضوع أثاره المسرح الوطني الجزائري في ثاني حلقات مجالسه الافتراضية. للموسيقى دور في العرض المسرحي، وهي عبارة عن علامات مضيفة ونائبة لبعض المواقف الدرامية التي تستدعي أن نستعمل بعض الدعائم الموسيقية لتعميق المعنى ولتعميق الدلالة الدرامية فوق الخشبة لدى المتفرج. وباعتبار الموسيقى لغة تواصل عالمية، أحصى ضيف منتدى المسرح الوطني الجزائري سليم دادا عبر مداخلته 7 وظائف مهمة متداولة تؤديها الموسيقى في المسرح القديم والحديث، أهمها تحديد الحالة الدرامية. الحالة الدرامية دي تختلف وتختلف الحالة النفسية أيضاً، يعني كالفرح، كالحزن، كالشجن، كالحنين، كالشوق، كالحلم، كالسعادة، كالرضا. كل هذه المواطن ممكن الموسيقى تزيد توضحها وتعطي لها قوة درامية وتعطيه في مكامن معينة في العرض المسرحي بالاتفاق مع المخرج. إلى جانب مجالسه الفكرية الافتراضية، تعيد صفحة منتدى المسرح الوطني الجزائري جمهورها إلى زمن جميل من عمر المسرح الجزائري من خلال عرض المسرحية التاريخية الشهداء يعودون هذا الأسبوع.